كان كلامنا في الفصل اللي فات كله عن القوة وأنواعها، واتكلمنا عن قوة الاحتكاك وإن هي عبارة عن قوة تلامس ما بين الأجسام وبعضها. النهاردة هنتكلم عن مصطلح جديد اسمه الشغل. تعالوا كده الأول نعرف يعني إيه شغل. الشغل الشغل هو مصطلح ليه علاقة بالقوة برضه. امتى اقول ان انا بذلت شغل، او امتى اقول ان انا اثرت بقوة فنتج عنها شغل؟ يتم بذل شغل على نظام ما امتى؟ عندما تؤثر عليه قوة تؤدي إلى إزاحته في نفس اتجاه القوة. وهنا عايزين ناخد بالنا من حاجتين، أول حاجة يعني إيه نظام، وتاني حاجة إن الإزاحة لازم تكون في نفس اتجاه القوة عشان أقدر أقول إن القوة دي كده عملت شغل. طيب إيه هو النظام؟ في أي مسألة هتجيني لازم أكون عارف إيه هو النظام اللي أنا هشتغل عليه أو هحدد عليه الشغل. النظام ده هو الجسم اللي أنا بدرس عليه تأثير القوة. فهنشوف في مسائل أي مسألة يقول لي ما الشغل المبذول على الكلمة اللي بعد على ديت، هو ده النظام اللي أنا بقيس عليه الشغل. فهنشوف بيفرق معانا من مسألة للتانية إزاي. طيب من تعريف الشغل نقدر نقول القانون بتاع الشغل. ايه هو قانون الشغل؟ الورك، الشغل برمز له بالرمز W، بيساوي القوة. قلنا يتم بذل شغل امتى؟ لما تأثر عليه بقوة تؤدي الى ازاحته في نفس اتجاه القوة. يبقى ببساطة القانون بتاعنا هو ان W بيساوي الاف في الدي. الاف اللي هي القوة فورس، والدي الديستانس الازاحة في نفس اتجاه القوة. طيب ايه هي الوحدة بتاعة الشغل؟ الشغل بيتقاس بالجول اللي بنرمز له في الاخر برمز الجي. طيب الجول ده بيكافئ ايه؟ يعني لو جالي كده في مسألة اختيارات يقول لي الجول بيكافئ 1 جول، يكافئ ايه؟ من القانون سهل اوي نستنتجها، القوة بتتقاس بالنيوتن والمسافة بتتقاس بالمتر، يبقى 1 جول بيكافئ 1 نيوتن في متر. طيب يبقى عرفنا ايه هو التعريف، ايه هي الوحدة، ايه هو القانون. عندنا 3 حالات للشغل. احنا قلنا امتى اقول على قوة ان هي بذلت شغل؟ لما تكون القوة اثرت على نظام فالنظام ده اتحرك في نفس اتجاه القوة ازاحة معينة. طيب يبقى انا عندي اول حالة ان القوة ثابتة وفي نفس اتجاه الإزاحة. يعني ايه؟ هنتخيل ان في صندوق وانت بتشده بحبل. الصندوق ده هو النظام اللي انا بدرس عليه الشغل، وانت بتشد الحبل ده بقوة، فالصندوق اتزق معايا على الارض برضو افقيا في نفس اتجاه القوة. ففي الحالة دي اقدر اقول ان الشغل اللي انا بذلته عبارة عن القوة اللي انا اثرت بيها في المسافة اللي اتحركها الصندوق في نفس اتجاه القوة. يعني ايه القوة ثابتة دي؟ يعني انا من ساعة لما شديت الصندوق لغاية لما وقفت
بشد بنفس القوة وليكن 50 نيوتن، لأن في حالات تانية أنا مثلا بزق وبعد كده تعبت فالقوة بتاعتي قلت واحدة واحدة. هنشوف هنحسب الشغل فيها ازاي. طيب تاني حالة ان القوة ثابتة برضو ولكن بزاوية مع الإزاحة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي برضو نفس الصندوق ولكن بشده بحبل عامل زاوية مع الأفقي ثيتا، فالصندوق اتزاح إزاحة أفقية مقدارها دي. ايه الشغل اللي اتبذل على النظام ده؟ فاكرين من تحليل المتجهات دي قوة بزاوية ثيتا مع الأفقي، بحللها ازاي؟ بحللها على الأفقي اف كوزاين ثيتا وبحللها على الرأسي اف ساين ثيتا. طيب من تعريف الشغل، الشغل هي القوة اللي بتأثر على نظام بتأدي لإزاحته في نفس اتجاه القوة. أنهي قوة من دول اللي خلت الصندوق يتحرك في إزاحة معينة في نفس اتجاهها؟ هي القوة الأفقية. فعشان كده بقول إن ال W بتساوي F في دي كوزاين سيتا. يبقى بسهولة كده أي مسألة هتجيني لازم أحدد فين اتجاه القوة وفين اتجاه الإزاحة اللي الاتنين في نفس الاتجاه وبضربهم في بعض. طيب القانون ده هو اللي هنشتغل بيه في كل المسائل، هو أعم وأشمل من القانون ده. تقول لي ليه؟ هقول لك لما يبقى الحالة الأولانية اللي هي قوة ثابتة وفي نفس اتجاه الإزاحة، يعني القوة في الاتجاه ده والإزاحة في الاتجاه ده، يعني الزاوية بينهم كام؟ برافو، الاتنين في نفس الاتجاه فالزاوية بينهم زيرو. لو جيت تجرب على الآلة كده عملت كوزاين زيرو هيديك واحد. فلما نيجي نعوض في القانون ده لما الإزاحة والقوة يكونوا في اتجاه واحد هيطلع لنا ان W بتساوي F في D. فالقانون ده هو الأعم والأشمل في الاستخدامات. طيب تالت حالة هنتكلم عليها كمان 5 دقايق بالظبط، وهي ان القوة تكون غير ثابتة. قبل ما نتكلم عليها في استنتاج كمان لقوانين الشغل. احنا كده قلنا الشغل بيساوي اف في دي كوزاين الزاوية ما بين المسافة والقوة. طيب اي جسم بيتحرك بيبقى ليه طاقة حركية، ففاكرين من معادلات الحركة كان القانون بيقول ايه؟ كان القانون بيقول ان V final square بتساوي V initial square زائد 2 A D. هنربط ما بين القانون ده وقانون نيوتن اللي بيقول F بتساوي M في A، فاكرينه طبعا. طيب من القانون ده هجيب ال A لوحدها في طرف، يعني هقسم على اللي جنبها، فمعنى كده ان ال A بتساوي F على M. طيب تعالى نرجع للمعادلة دي تاني، انا عايز اخلي الاتنين A دي لوحدها في طرف، فهودي ال V initial square الناحية التانية بالسالب، فهيتبقى لي ايه؟ 2 A D بيساوي V final square ناقص V initial square. طيب هشيل ال A ديت واحط القيمة اللي بتساويها ال F على M، يبقى 2 F على M في D بيساوي V final square ناقص V initial square. طيب هضرب، عايز اطير الاتنين دي والام دي، يبقى هضرب في المقلوب بتاع الاتنين والمقلوب بتاع واحد على ام اللي هو ام، يبقى هضرب في نص ام في الطرفين.
دي راحت، دي راحت، اتبقى لي هنا الاف في الدي، ولما اضرب النص ام هنا بقت نص ام في فاينل سكوير ناقص نص ام في انيشال سكوير. تخيلوا ايه اللي طلع لنا هنا، الاف في الدي، القوه في الازاحه، ده اللي احنا لسه قايلين عليه النهارده بيساوي ايه. برافو. يبقى الشغل بيساوي نص ام في فاينل سكوير ناقص نص ام في انيشال سكوير. الطاقه الحركيه اللي بنعبر عنها بالصيغه دي، الطاقه الحركيه اللي بنرمز لها كاينيتيك انرجي، قانونها نص ام في سكوير، نص كتله الجسم في السرعه اللي بيمشي بيها تربيع. فالطاقه الحركيه النهائيه للجسم ناقص الطاقه الحركيه الابتدائيه للجسم، الفرق ما بينهم هو ده الشغل. هنحتاج القانون ده ولكن في الدرس الجاي. طب انا ليه شرحته دلوقتي؟ عشان هنحتاجه في تفسير مهم قوي. طيب يبقى كل اللي احنا قلناه دلوقتي ان الشغل متى يتم بذل شغل، عندما يتم التأثير بقوة على نظام تؤدي الى ازاحته في نفس اتجاه القوة. طيب تعالوا نشوف من الكتاب اللي احنا قلناه ده. هو هنا وصل ان الشغل بيساوي الفرق ما بين الطاقة الحركية للجسم. طيب وقلنا عندما تطبق قوة باتجاه ازاحة يبقى يتم بذل شغل على النظام، وقلنا ان وحدة الشغل هي الجول وبتساوي 1 نيوتن في متر. طيب لو احنا عندنا تفاح وزنها 1 نيوتن، عشان ارفع التفاحة ديت هحتاج أأثر بقوة عليها بتساوي وزنها، يبقى عشان أرفع التفاحة دي هأثر بقوة مقدارها 1 نيوتن، ولو أنا رفعت التفاحة دي مسافة 1 متر يبقى أنا كده بذلت شغل مقداره 1 جول. نخلي بالنا قوي، بيجيب لي في مسائل إن أنا رفعت صندوق كتلته كذا، فانا هسأل نفسي انا عايز احسب الشغل، طب هو الشغل بيساوي ايه؟ اف في دي. طب هي فين الاف اللي جايبها لي؟ الاف اللي جايبها لي هي هياها الوزن بتاع الصندوق. تمام، تعالوا نشوف المثالين دول. المثال ده انا معايا شنطة بأثر عليها بقوة، فالشنطة اتحركت في نفس اتجاه القوة، هل انا كده بذلت شغل ولا لا؟ بذلت شغل، لأن أثرت بقوة على النظام أدت إلى إزاحة النظام في نفس اتجاه القوة. جميل. المثال التاني اللي أنا شرحت عشانه الاستنتاج التاني لقانون الشغل إيه هو؟ فاكرين من الفصل اللي فات الحركة الدائرية المنتظمة وحركة الكواكب؟ كان في الحركة الدائرية المنتظمة بيبقى فيه قوة واحدة، هي قوة الجذب المركزي. قوة الجذب المركزي بتشير للمركز دايما، والإزاحة بتاعت الأجسام اللي بتدور حوالين الشمس أو بتدور في حركة دائرية بتكون ممسية للدايرة، يعني بتبقى عمودية على القوة. فهل هنا القوة اللي بتجذب بيها الشمس الكواكب بتأثر بشغل على الكواكب؟ لأ. ليه؟ ليها 3 تفسيرات. تعالوا نبدأ واحدة واحدة كأننا بنراجع. احنا قلنا امتى بتبذل قوة شغل على نظام؟ عندما تكون القوة بتزيح النظام ده في نفس الاتجاه. هل هي زاحته في نفس الاتجاه؟ لا. يبقى اول سبب ان التعريف مش لايق على الحالة دي. طب تاني حالة، مش احنا قلنا ان الشغل بيساوي القوة في الازاحة كوزاين سيتا؟ طيب هي الثيتا ما بين القوة والإزاحة كام؟ برافو، الثيتا ما بين القوة والإزاحة في الحالة دي 90. جرب تعمل كوزاين 90 على الآلة هيطلع لك بصفر. يبقى الشغل هيساوي اف في دي كوزاين 90 اللي هي بصفر، يبقى أي حاجة في صفر
تبقى بصفر، يبقى الشغل برضو بصفر. السبب الثالث، فاكرين في الحركة الدائرية المنتظمة كنا بنقول إن السرعة بتاعة الجسم بتكون منتظمة، يعني السرعة ثابتة. أمال كان إيه اللي بيتغير؟ كان اتجاه السرعة بس هو اللي بيتغير، دايما بيكون مماسي. طيب بما إن السرعة ثابتة يعني الـ V final بتساوي الـ V initial، طب احنا قلنا إن الشغل بيساوي نص M V final square ناقص نص M V initial square. الـ M بتاعت الجسم هي هيها، الـ M بتاعت الكوكب هي هيها، وبما إن بنقول إن الـ V final بتساوي الـ V initial، يبقى أنا كده المقدارين دول متساويين، فلما أطرح حاجة من نفسها هتساوي زيرو برضه. يبقى أنا شرحت القانون ده دلوقتي عشان نفسر المثال ده. الشغل اللي بتأثر بيه قوة الجذب الكوني على الكواكب لا تبذل شغل. ليه؟ عندنا تلات تعريفات نقدر نستخدم أي سبب منهم. طيب خطوات حل المسائل، عشان أحل أي مسألة في الدرس ده، أول خطوة لازم أحدد إيه هو النظام اللي أنا بقيس عليه الشغل وكل القوى المؤثرة عليه. بعد ما حددت ايه هو النظام وحددت كل القوى اللي بتأثر عليه، هحدد اتجاه الإزاحة، يعني النظام ده اتحرك فين في الآخر، وهخلي الاتجاه ده هو الاتجاه الموجب وأي حاجة عكسه هي السالب. جميل. ثالث حاجة هنحدد الزاوية بين كل قوة والإزاحة وإيجاد الشغل المبذول لكل قوة. إزاي؟ برافو، من القانون اللي بيقول W بيساوي القوة في الإزاحة في كوزين الزاوية ما بينها. وبعد كده إيجاد الشغل الكلي عن طريق إيه؟ إن أنا هجمع كل الشغل للقوة. تمام. الحالة الأخيرة، أو تعالوا كده نحل ونشوف الخطوات اللي احنا قلنا عليها ديت هتبقى صح ولا غلط. احنا هنا عندنا مسألة بيقول لي ايه؟ احمد بيأثر بقوة مقدارها 3 نيوتن على صندوق، يبقى الصندوق هو النظام بتاعي. وسالم جاي يرخم عليه فقام جاي يأثر قدامه بقوة مقدارها 1.5 نيوتن، فالصندوق اتحرك مسافة 1 متر في الاتجاه بتاع قوة احمد. احسب الشغل الكلي المبذول على الصندوق. طيب اول حاجة حددنا النظام وحددنا كل القوى المؤثرة عليه. ايه القوى المؤثرة عليه؟ الاف بتاعت احمد والاف بتاعت سالم، وما ننساش الاف بتاعت الوزن بتاعت الصندوق، وكذلك ان بيبقى فيه قوة عمودية هي هيها بتاعت الوزن. يبقى انا حددت النظام، حددت كل القوى المؤثرة عليه. تاني خطوة حددت اتجاه الازاحة، وهيبقى الاتجاه اليمين ده هو الموجب. تالت حاجة بحدد الزاوية ما بين كل قوة والإزاحة وبجيب الشغل. طيب نبدأ بأول قوة، قوة أحمد. أحمد بيزق كده والصندوق اتزق كده، يبقى الثيتا ما بينهم طالما في نفس الاتجاه تبقى بزيرو، يبقى الشغل F D
كوزين سيتا اللي هي 3 نيوتن في المسافة اللي هي 1 متر، في كوزين زيرو اللي هي 1 هيبقى ب3 جول. طيب الشغل اللي أثر بيه سالم، سالم بيزق كده والصندوق اتزق عكسه، يبقى الإزاحة كده والقوة كده، المسافة بينهم، الزاوية قصدي بينهم، برافو، 180. طالما متعاكسين أو في اتجاهين متعاكسين تبقى السيتا ب180، يبقى الشغل هيساوي 1.5 نيوتن في 1 متر في كوزاين 180. لو عملناها بالآلة، كوزاين 180 بسالب 1 يبقى سالب 1 في 1 في 1.5 يبقى سالب 1.5 جول. دي كده الشغل بتاع سالم. طيب القوة التالتة اللي عندنا هي الوزن. الوزن بيأثر لتحت والإزاحة لليمين أفقية، برافو، يبقى الزاوية ما بين القوة والإزاحة 90، يبقى الشغل هيساوي 0. ليه؟ لأن كوزين 90 بزيرو. يبقى الشغل الكلي هيساوي الشغل بتاع أحمد والشغل بتاع سالم والشغل بتاع الوزن والشغل برضه بتاع الاف ان اللي هو بزيرو، يبقى 3 + -1.5 هيساوي 1.5 جول. يبقى ده الشغل الكلي المبذول على الصندوق. تمام. طيب هو هنا ذاكر نقطة مهمة ناخد بالنا منها، بيقول لو انت زقيت صندوق بقوة 3 نيوتن فتحرك معاك مسافة 1 متر، بعد كده رجعت الصندوق ده بنفس القوة 3 نيوتن فتحرك معاك نفس المسافة 1 متر، فانت ممكن تعتقد ان طالما انت رجعت الصندوق مكانه يبقى الإزاحة بتاعتك بصفر، يبقى الشغل بصفر، ولكن الكلام ده غلط. ليه؟ انت في اول حالة زقيت بقوة فتحرك إزاحة في نفس اتجاه القوة فعملت شغل 3 جول، والمرة التانية عكست قوتك والإزاحة برضو تعكست في نفس الاتجاه يبقى برضو عملت شغل مقداره 3 جول، يبقى الشغل الكل اللي انت عملته هو 6 جول مش صفر. تمام. طيب اخر حاجة اللي احنا قلنا عليها الحالة بتاعت ان القوة غير ثابتة، زي ايه؟ زي لما انت تزق مثلا دولاب بقوة وبعد مثلا 50 نيوتن، بعد كده تتعب فبتزقه بقوة اقل وليكن 30 نيوتن، وبعد كده تتعب اكتر فتزقه بقوة وليكن 10 نيوتن وتوقف. طب انا عايز احسب الشغل اللي انا عملته، بنقول ان الشغل بيبقى اف دي كوزين سيتا. طب هو الاف اللي انا بذلتها هنا هستخدم دي ولا دي ولا دي؟ المفروض ان احنا بنستخدم تكامل، ولكن التكامل مش مفروض علينا في الفصل ده، فلازم في القوة الغير ثابتة بيبقى يا اما جايب لي رسم ما بين الاف والدي، يا اما بيطلب مني انا ارسمه، وبتكون الشغل في الحالة دي هو مساحة الشكل اسفل الرسم. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف، تعالوا نفهم الاول ايه الرسمة اللي بتبقى ما بين الاف والدي. انا عندي هنا مثالين، مثال قوة ثابتة ومثال قوة متغيرة. طيب تعال نفهم يعني ايه الشكل ده جه منين. الشكل ده كأنك بتزق صندوق، اول لما بدأت تزقه بتزقه بقوة 20، كانت الازاحة 0 خلاص، لسه بتبدأ تزق بتزق بقوة 20، فتزق معاك مسافة وليكن 0.5 متر، وانت لسه مكمل قوتك ثابتة، فالقوة ثابتة والازاحة هي اللي بتزيد لغاية لما وصلت ان انت ازحته 1.5 متر. طيب يبقى الشغل بيساوي ايه؟
المساحة أسفل الرسم. فين الرسم هنا؟ اللي هو ده، اللي هو الخط ده، فالمساحة تحته اللي هي كونت لي المستطيل ده. مساحة المستطيل بتساوي ايه؟ تساوي الطول في العرض. الطول اللي هو ايه؟ 20، والعرض اللي هو ايه؟ 1.5. يبقى انا كده عملت شغل مقداره 30 جول. طيب لو احنا جينا نركز هنلاقي ان الطول اللي هو عبارة عن الاف كانت ثابتة، والعرض اللي هو كان الدي، فده هيها القانون بتاعنا. طالما قلنا قوة ثابتة فبنستخدم القوانين بتاعتنا عادي، او لو جاب لي شكل فبقدر اجيبها من المساحة اسفل الشكل. يبقى كده اثبتنا ان الشغل بيساوي اف اف دي عادي. طيب المثال التاني، عارفين الزنبرك اللي هو بيبقى زي السوستة اللي موجودة في القلم او موجودة في تطبيقات تانية كتير. الزنبرك ده لو انا عايز اضغطه فبلاقيه في الاول ما بيقاومنيش، فبتبقى القوة بتاعتي قليلة لغاية لما يتضغط معايا اكتر، هيعمل معايا مقاومة، فالقوة بتاعتي هتكبر، هبقى عايز اثر عليه بقوة اكبر عشان ينضغط معايا. تعالوا نشوف الرسمة دي ازاي بتعبر عن الكلام اللي احنا بنقوله. في الاول ما كانش فيه مقاومة، فكانت قوتي قليلة وبيتزاح معايا ازاح عادي، بدأ يقاومني فبقت القوة تكبر وليكن 5 نيوتن، وبيتزاح معايا وليكن 0.5 متر، بأضغط عليه اكتر بيتزاح اكتر وقوتي بتزيد، لغاية لما وصلت قوتي في الضغط عليه 20 نيوتن كان هو اتزاح 1.5 متر. فالقوة ما عادتش ثابتة، القوة متغيرة من صغير لكبير والإزاحة بتزيد. هجيب الشغل ازاي؟ الشغل هيبقى مساحة الشكل أسفل الرسم. جميل، ايه الشكل اللي اتكون لي؟ مثلث، مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع. جميل، ايه طول القاعدة؟ اللي هو 1.5 في الارتفاع اللي هو كام؟ 20. نص في 1.5 في 20 بيساوي 15 جول. يبقى هو ده درس الشغل بكل بساطة. تعالوا ناخد مسألة على قوة في اتجاه الإزاحة وقوة بزاوية مع الإزاحة. بيستخدم لاعب الهوكي عصا لبذل قوة ثابتة مقدارها 4.5 نيوتن، وأنا ماشي كده بطلع المعطيات. يبقى هو مديني هنا الإف للأمام لدفع قرص هوكي كتلته 105 جرام، يبقى هو مديني الإم. ينزلق على الجليد بمسافة إزاحة، يبقى هو مديني الدي إلى الأمام برضو. ما مقدار الشغل الذي بذلته العصا على قرص الهوكي؟ يبقى الكلمة اللي بعد على هو ده النظام. وافترض ان الاحتكاك غير موجود، ادي قرص الهوكي بأثر عليه بقوة اللي هي مقدارها 4.5 نيوتن، فتحرك معايا ازاحة مقدارها 15 من 100 متر، ومديني الكتلة بتاعته هحولها لكيلو جرام وهضربها في 9.8 عشان اجيب الوزن. طيب يبقى انا كده حددت النظام، وحددت كل القوة المؤثرة عليه، وحددت اتجاه الإزاحة، هيبقى ده الاتجاه الموجب. أبدأ أجيب الزاوية ما بين كل قوة والإزاحة، وأجيب الشغل بتاع كل قوة. القوة ديت بتأثر كده والإزاحة كده، يبقى الزاوية ما بينهم 0. يبقى الشغل بتاع أول قوة هيبقى اف دي كوزاين سيتا اللي هي 0 بـ1، الاف في الدي اللي هي 4.5 في 15 من 100. هنطلع الشغل. طيب الشغل اللي بتبذله قوة الوزن، قوة الوزن عاملة لتحت والإزاحة أفقية، القوة ما بينهم بالظبط 90، يبقى كوزين 90 بـ0، يبقى الشغل بتاعها بـ0. يبقى كل الشغل المبذول على كرسي الهوكي
هيبقى بتاع القوة دي بس، اللي هو 4.5 × 15 كوساين ثيتا اللي هي بواحد. طيب هنعمل فيديو تاني نحل فيه باقي المسائل اللي مش أمثلة. طيب المثال التاني عن إن القوة عاملة زاوية مع الإزاحة. طب بيقول لي يسحب بحار قارب مسافة، يبقى مديني الدي، في اتجاه رصيف الميناء مستخدم حبل يصنع زاوية قدرها 25 مع الأفقي. أتأكد إن هي مع الأفقي، يبقى هي دي كده السيتا. ما مقدار الشغل، يعني عايز الدبليو، الذي يبذله الحبل على القارب لو قوة شده 255؟ يبقى مديني الإف. يبقى في قارب بيسحبه بحبل، القوة في الحبل 255، الزاوية مع الأفقي 25، وبيروح مسافة 30 متر أفقيا. يبقى بكل بساطة W بتساوي F D كوزاين سيتا، ال F 255، ال D 30 كوزاين 25. مسائل سهلة وبسيطة وأفكارها بسيطة جدا. هنحل المرة الجاية، هنحل في الفيديو الجاي مسائل الشغل الباقية، وهنجيب مسائل من الآخر عن الشغل بتاع قوة غير ثابتة. أتمنى يكون كل شيء مفهوم وتكون الدرس سهل، ونمشي على الخطوات بتاعة الحل هتمشي معانا في أي مسألة، ونخلي بالنا من الوحدات. أشوفكم على خير.